بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد، فمن يمن الطالع أن أشرف بحضوري في هذا العرس الفقهي الذي يتناول موضوعاً من موضوعات الساعة، وهو فقه بناء الدول. وفي الحقيقة أن مصرنا العزيزة دائماً وأبداً سباقة في كل مجال، وهي تحمل مشعل النور والرقي والحضارة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسعادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة رئيس الأوقاف وكل مشاعل النور في دولتنا المباركة من العلماء والفقهاء الأجلاء. في الحقيقة أنني أتناول موقف الإسلام من الدول المعاصرة أو أنظمة الحكم المعاصرة، هو الذي يسود الآن النظام الديمقراطي في كل الدول. والبعض يعتقد أن الديمقراطية تجافي الإسلام، الديمقراطية حكم الشعب ومساواة الشعب، ومن أعلى مبادئ أسس الحكم المساواة، ونص عليها سيدي رسول الله، ونص عليها الدستور المصري. اقرأوا الدستور، أنا راجل شريعة وقانون ومحامي نقد ومستشار تحكيم تجاري دولي، بالرغم إن أنا فقه، بس الحمد لله إن الله من علي في الأزهر الشريف وفي كلية الموقرة بهذا. بعد ذلك الأولاد اللي هم الجماعات المتطرفة دول أصابهم الجهل والعوار في الاستدلال، يقرأوا النصوص وهم ليسوا أهلا لفهمها. لعلمه الذين يستنبطونهم، هل هؤلاء أهل استنباط؟ هل هؤلاء أهل شرع؟ كلا والله، إنهم يقولون كلمة تخرج من أفواههم أو كبرت من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أولا، هذا الموضوع يتعلق بالسياسة الشرعية. لو عرفوا السياسة الشرعية ما كانوش وقعوا في هذه المهاترات. السياسة الشرعية ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يسنه رسول الله ولم ينزل به الوحي. مصلحة تقديرية أو سلطة تقديرية للحاكم، هي دي السلطة التقديرية، لأن هو اللي بيمسك بكفة الأمور ويرى الموازنة بين المصالح المتعارضة. هو ربنا جعل كل واحد تخصصات، ونحمد الله أن دستورنا المصري في اختصاص لرئيس الدولة، في اختصاص للوزراء، وهكذا. دولة منظمة، دولة راقية. طب هل كده في الإسلام؟ الرسول كان هو الرئيس، وأبو بكر وسيدنا عمر كانوا الخلفاء، وبعث عمر قاضي، وكان يعرف هذا النظام، وإحنا بنعمل بهذا. الحمد لله أن حالفنا الصواب في هذا. بعد كده واحد يقول لك السياسة الشرعية ضيقة، نقول له لا، السياسة الشرعية ديت للحاكم في كل الأمور. والقرافي قال في هذا الصدد: واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع، بل تشهد له الأدلة. أدي العلماء، أدي العلماء هم دول اللي بيجيبوا ويزنوا لنا، مش نأخذ علمنا من جهلة. شوية عيال عاوزين يمسكوا حكم وخلاص، والله ما بيفهموا حاجة. لو علمنا كل واحد برع في تخصصه وخلاص. طيب، طرق اختيار الإمام.
ما عندناش، انا قلت من خلال الاستقراء في المدونات الفقهيه ان الصحابه قدموا لنا طرقا مختلفه غير ملزمه لاختيار الامام في النظام الاسلامي. لماذا؟ لان بعد كده جه العصر الاموي والعصر العباسي. كل زمن وكل حقبه زمنيه لها ظروفها ولها واقعها، ومن الحنكه ان الحاكم يتواكب مع الظروف ويلائمها. احنا مش عندنا نصوص جامده نتعبد بالصلاه بالزكاه بالاحكام الشرعيه، انما في نصوص اسمها المصلحه المرسله. الحاكم له سلطه تقديريه الا يعني اذا خرج منه شيء برضه مفيش حاجه يعني. اذا اجتهد الحاكم واصاب فله اغراء، واذا اخطا فله اجر. ادي فهمنا الصحيح، لان مفيش واحد معصوم، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الاجتهاد وعلمنا التصويب وعلمنا كل هذه الامور. ده الدين بتاعنا الاسلامي الراقي. طبعا انا مش هستفيد بقى في طرق الاختيار الحاكم البيعة الخاصة و لا، لكن انا بقول ان حري بالذكر اننا لم نجد بعد العهد النبوي والخلافة الراشدة طريقة معينة لاختيار الامام، بل كان الاختيار في كل عصر بما يلائمه ويناسبه. وقعدت استطرد واجيب، ففيه نظام سواء مالكي جمهوري ما دام يحقق المصلحة ويحقق مصلحة الرعية فسمى شرع الله. ما دام فيه استقرار، فيه امان، فيه ان شرع الله يطبق، مش عايزين إثارة وبلبلة، عاوزين هدوء. الأمم الراقية ترقى وتنعم بالاستقرار والأمن. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خلاص انتك بعد كده هتبدع ما دامك مستقر وآمن. خلاص هو ده الحكم اللي عندنا. أيضا الأحكام عندنا قايمة زي ما قلت لسعادتكم على العدل والمساواة والشورى. عندنا برضو في دستورنا المصري هذا، ونص على كده الدستور المصري، وجاب المساواة مش بس بين المسلمين، قال التعايش السلمي مع الآخر، وقال حق المواطنة، والأمثلة السادة الأجلاء الذين شرفونا ذكروا الأمثلة دي وقال لنا يعني ذكروا فيه ده من ضمن العدل. لهم ما لنا وعليهم ما علينا. يا سلام، حقوق وواجبات هم لهم كده خلاص. من قال هذا؟ سيدي رسول الله. وقال في فتوح الدل البلازري، وقال نحن شركاء والعلماء يعرفون ان الشركه تقتضي المساواه في كل شيء. اهل الذمه، اهل الذمه شركاءنا في كل شيء. ما النصوص ديت ما بتتقريش ليه؟ ما بتتفهمش فهم صح ليه؟ ديننا زي ما حال حافظ ابراهيم في اللغه العربيه، انا البحر في احشاء الدر كامن، فهل سائر الغواصه عن صدفاتي؟ شوفوا غوصوا في اعماق الشريعه، تبحروا وانهلوا منها. ايضا يعني بس اذكر امثله. روي عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم؟ خدت معاه معاهدة، معاهدة، وإحنا دلوقتي كلنا معاهدات دولية. خلاص سلام. أو كلفه فوق طاقته، أو انتقصه، أو أخذ شيء بغير طيب نفسه، فأنا حجيج يوم القيامة. تخيلوا أن سيدي رسول الله يحاسب من يعادي من يعيش معه. أي تسامي في التعايش السلمي؟ أي مجال راقي أكثر من هذا؟ يا ريت بس، يا ليت قومي يعلمون. الولاد اللي مخهم فسد وعفن من عدم الفهم يقروا العلماءهم. وأنا أهيب بهذا الكتاب، ويا ريت يوزع ويعني مجانا والناس تقرأ وتفهم، ويوزع لأولادنا اللي في الأواف عشان يوصلوا هذا الفكر المستنير. طبعا في نظام الحكومة الدينية احنا ما عندناش كده، عندنا التشريع سماوي وتشريع على حسب المصلحة، بس المصلحة التي لا تخضع للهوى وخلاص ومشي الامور. اعبد ربنا
وسير امورك على حسب ما يتراءى لك. ده هي نظم الحكم. فكانت في نظم دينيه قبل مننا، ونظم احنا الحمد لله ننعم بكل حريه، بنختار الحاكم بتاعنا ولنا ترشيح القضاء ولنا كل حاجه، وما فيش حد بيشرع لنا حاجه. لما يقول استاذنا في الفقه يقول قال كذا، قال الله، قال رسول الله، ما عندناش سلطه دينيه فوق احد. حتى لو اجتهدنا لازم يكون اجتهاد راجح مبني على اسس. يعني الموضوع جميل وبصراحه له شجون، ولكن سيف الوقت فوق رقبتي. فانا يعني استسمح حضراتكم، ولعلي اكون قد ربنا هداني ووفقني ان انا انقل من بعض قبسات الشريعه الغراء. شكرا لمعاليكم جميعا، شكرا لكم ايها الجمع السعيد، والسلام عليكم ورحمه الله.